طب معلش يا شيخ، لو واحدة مدة الحيض عندها 7 أيام، أول 5 أيام دم وآخر يومين بتكون بس علامات بنية، فهل تغتسل وتصلي ولا دي تبع الحيض؟ لا، إذا كانت رأت القصة البيضاء بعد 5 أيام أو أن النازل ليس بدم فتغتسل وتصلي، لأن الصفرة والقدرة بعد انقضاء مدة الحيض لا اعتبار له. اعتبار له.